To home tech. تجارة مخدرات. سكنك. ميسان. شلون بديت تجارة المخدرات؟ اكو ولد اصدقاء عرضوا علي مخدرات، قالوا لي تشتغل بالمخدرات، واشتغلنا انا وبويش ومختدئ. نشتري ما يجيبون من يومهم ونوزع للتجار. يا تجار. تجار المخدرات بغداد وعماره وبصره. هم منين يجيبونها هاي؟ من الحدود. ايش قد تقريبا الكميات اللي تاجرتوا بها؟ تقريبا 100. 100 شنو؟ 100 كيلو. من التجار اللي تبيعيهم بغداد؟ محسن ونغم وسالم وابو مهدي. وين مصيرهم هذول حاليا؟ عند القوات الامنيه. هم عندك ناقلين يشتغلون وياك؟ نعم سيدي، عندنا ناقلين. اكو جو هم اكو القوى القبض عليهم؟ نعم سيدي، القوى القبض على 3 نفرات. حسين بالعماره و ايش قد ضبطوا وياه حسين؟ ها؟ بالعماره ايش قد ضبطوا وياه؟ 12 كيلو سيدي. وبعد؟ وعقيل كيلو. وين؟ وين بيوم مكان؟ بغداد. وبعد؟ وبالبصره كيلو. وين؟ شلون قل القبض عليك؟ جينا من العماره لبغداد. انت ويا من؟ انا وبويش ومختدئ. ومشينا نتونس البغداد، جينا نتونس والقروا قبض علينا. انا يوم صديقي خضوني والولد كضوهم بالفندق. انتو شنو داخلين بهويات اصوليه لو لا مزوره؟ ليش تستخدم هويه مزوره؟ مطلوب الامن الوطني. زين انت تعاطي مخدرات؟ لا التاجر ما يتعاطى مخدرات.